اهلا بيكم. النهارده يوم مهم مع قمه ورائد قدير في عالم الاشعه التداخليه، العالم المثير ده. من اهم العوالم اللي خدمت او خدمتها الاشعه التداخليه مشاكل الكبد. البؤر اللي في الكبد، اورام الكبد، تاثيرات الكبد. كان فيها حاجات في الكبد لازم بقى تدخلات عن الاشعه التداخليه، خدمت كتير قوي قوي امراض الكبد. زي ما خدمت امراض كتير الحقيقه الاشعه التداخليه. خدمتها بايه؟ التدخل المحدود يا جماعة، دي الخدمة. التدخل اللي هو جميل، اللي ما يخوفش، مش عامل عملية جراحية. كل التدخلات الطبية جميلة وكل حاجة، لكن برضو ما اجي اقول لمريض انا هعمل لك عملية عشان اشيل بقرة، هيقلق وممكن يتردد، فنسيب البقرة فتكبر. كان ده السيناريو بتاع تطور الحالات الطبية نتيجة انه الناس ما عندهاش ثقافة وما بتشرحلهاش صح، فبتهرب ساعات من اساليب علاجيه قد تكون في الاول امنه. ايه يعني لما اشيل الحته دي؟ لكن الاشعه التداخليه عدلت المواضيع دي. غير كده لازم نفهم بقى انه مشاكل الكبد كانت كتيره وما زالت كتير، وكل شويه يطلع لنا عفريت. يعني فيروس سيب مشاكله كانت في الكبد، ده بقى معروف. الكحول وتاثيره على الكبد، اوعى تستهون بالكحول. غير انه حرام، هو حرام يعني، الكحول في الاديان كلها على فكره محرم، لكن خلينا نقول انه تاثيره العلمي في منتهى الخطوره، ملوش نفع في حاجه. ربنا لما حرم الكحول سلب منه منافعه، مفيش اي نفع له. وتاثيره على الكبد في منتهى الخطوره بقى. الكبد واحد من الاورجانز، والكحول ما بيسيبش حاجه ما ياثرش فيه، لكن الكبد بقى واحد من الاورجان اللي بتقول لك ايه يعني، ده الملطشه بتاعت الكحول الكبيره، لكن ياثر على الكلى وياثر على المخ وياثر على القلب. ده يعمل مشاكل وبؤر في الكبد تبقى خطيره جدا، اشعه التداخليه بتدخل تحلها. لكن تعالوا النهارده نصلح مفاهيم مهمه، مفاهيم خاطئه عن الاشعه التداخليه. وزي ما قلت لكم لقاء متعه خالصه مع اكيد مع الرائد القدير والاسم الرائع صاحب العبقريه المتميزه في عالم الاشعه التداخليه، وشرف كبير لينا ان يكون معانا الرائد القدير والاسم الكبير الاستاذ الدكتور اسامه حته، استاذ الاشعه التداخليه، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، وسكرتير عام الجمعيه المصريه للاشعه التداخليه، وعضو الجمعيه الاوروبيه للاشعه التداخليه والجمعيه الامريكيه، وعضو اللجنه العلميه للجمعيه العربيه للاشعه التداخليه. اسم الكبير، اهلا بيك يا دكتور اسامه. بيه نور حضرتك، ربنا يخليك. الحقيقه احيي الاشعه التداخليه لانها حلت مشاكل كبيره وقديره، فأحييها من خلالك. ربنا يخليك، وهي كمان بتشكر حضرتك. أنا بحبها على التثقيف والتنوير. إحنا النهاردة في السلسلة من جزء أو حلقة من سلسلة تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الأشعة التداخلية، وهنتكلم طبعا زي ما حضرتك أفضت في المقدمة عن حاجة مهمة جدا جدا، وهي علاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية. هنشوف ايه المفاهيم الغلط اللي الناس بترددها وفهماها، ونحاول نصلحها النهارده. الاول بس دكتور ايمن، يعني دعنا او خلينا نتفق ان الاشعه التداخليه غيرت خريطه علاج اورام الكبد، او يعني انجاز التعبير هي اوجدت خارطه طريق لعلاج اورام الكبد الحقيقه ما كانتش موجوده ابدا. احنا يعني لو ما كنا يعني احنا برضو قدام لما كنا في كلية الطب، كان واحنا بندرس كان المريض اللي عنده ورم في الكبد ده، يعني كان بيقال طبعا الأعمار بيد الله، ان الفترة الزمنية لي حسب العلم بتبقى محدودة. جت الأشعة التداخلية غيرت هذا المفهوم تماما، والعشرة 15 سنة الأخيرة مع تطور وظهور التقنيات الأحدث فأحدث في علاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية غيرت هذا المفهوم تماما زي ما هنشوف. فده علشان نتفق. يعني الإشكالية في إيه يا دكتور أيمن؟ أورام الكبد طبعا وخاصة عندنا في مصر بتيجي للمرضى اللي عندهم تليف في الكبد. مريض عنده تليف في الكبد، يبتدي هذا التليف ينتج عنه ظهور الورم. المريض ده الحقيقة لسوء الحظ نقدر نقول 10% بس من المرضى دول يقدر يعمل عملية استئصال جراحي لهذا الورم. ليه؟ لسببين، إما أن يكون الورم في مكان صعب استئصاله بواسطة الجراح زي
على سبيل المثال ورم في نص الكبد، فعشان الجراح يستأصل هذا الورم لازم يشيل فص من فصوص الكبد. شال الفص على سبيل المثال اليمين، يكون الفص الشمال غير كافي ان هو يخلي المريض يعيش بيه او يؤدي وظائف الكبد. ده جزء. وان كان الورم في مكان يمكن استئصاله، حالة الكبد اللي هو زي ما احنا بنقول كبد متليف لا تسمح باجراء هذه الجراحة الكبرى. فلو بصينا للسببين دول هنلاقي ان نسبة المرضى اللي كان ممكن علاجهم بالجراحة او استئصال الورم جراحيا نسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 10%. طيب 90% دول كانوا بيعملوا ايه قبل عصور الأشعة التداخلية وقبل الطفرة الرهيبة في الأشعة التداخلية في 10-15 سنة الأخيرة؟ حقيقة ما كانش يبقى فيه حلول كتيرة. كان المريض بيكتشف الورم لو اكتشفه، لأن اكتشاف الورم زي ما هنقول دلوقتي تطور مع تطور الأشعة المذهل والسكرينينج، فبقينا نكتشف الورم بدري. لو اكتشفه كنا بنقف عاجزين نتابع الورم وهو بيكبر قدام عينينا ومش قادر يستأصله عشان الأسباب اللي قلناها، ومش قادرين ناخد ضده أي إجراء لحد. ومريض الأورام الكبد دي الحقيقة بيبقى دايماً المرض ده مرض صامت زي أمراض الكبد، صامت ولعين، يفضل العيان ماشي ما بيشتكيش لحد ما زي ما بنقول في كلمة بتقال بالإنجليزي داون هيل، يعني يسقط من الهواية. فجأة يحصل كذا نزيف وتدهور في وظائف الكبد، ده فجأة. ده عشان كده المرض ده برضو احنا لازم ننوه من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج ان مريض تليف الكبد لازم احنا نبقى سابقين هذا الورم بخطوة، بمعنى الاكتشاف المبكر للأورام الكبد ده ضرورة وركيزة من ركائز العلاج بالأشعة التداخلية. كلما اكتشف المرض مبكرا والورم حجمه صغير كلما كان عندنا السكوب الكبير جدا في الأشعة التداخلية العلاج، وده بحاجتين سهلين جدا. المريض اللي عنده تليف، وبرضه عايز انوه واكد عنده تليف وخد علاج الفيروس، لان اليومين دول الحمد لله احنا دلوقتي فيروس سي بقى ليه علاج وبيشفى تماما. برضه عايز اكد المريض حتى لو شفي من الفيروس، الفيروس خلاص، بس الفيروس ده عمل شويه تليف وان كانوا بساط، فهذا التليف بيبقى ساعات تربه خصبه لنمو الاورام. لازم المريض يتابع بالموجات الصوتيه وبدلالات الاورام عشان نسبق الورم بخطوه ونكتشفه مبكرا. عندي مفاهيم خاطئه انا هتقمص بقى النهارده دور ابو العريف كالعاده. اتفضل. يعني دور جميل، واحنا يعني سكريبت ابو العريف احنا اللي بنالفه، فهيبقى يعني الموضوع سهل شويه. المعتقد الاولاني يعتقد الكثيرون انه حتى في وجود الاشعه التداخليه ما زال معظم اورام الكبد تعالج بالاستئصال الجراحي. لا، زي ما قلنا ده طبعا للأسف، وهي دي إشكالية أورام الكبد، إن نسبة ضئيلة جدا جدا من مرضى أورام الكبد نقدر نستأصل الورم جراحيا، والأشعة التداخلية هي أوجدت الحل للنسبة الكبيرة جدا للمرضى اللي يتعدى 90%. فلا طبعا معظم مرضى أورام الكبد أو الغالبية السواد الأعظم بيعالج عندنا بالأشعة التداخلية عشان ما يقدرش نستأصله جراحيا للأسباب اللي قلناها. المعتقد الثاني، القضاء على الأورام بشكل كامل ما يحصلش مع التردد الحراري، يفضل حد. التردد الحراري، التردد الحراري برضو علشان نبقى فاهمين المقولة دي جات منين ومدى صحتها. التردد الحراري ده عبارة عن جهاز بيطلق موجات التردد الحراري، هذه الموجات بتنتقل من خلال الجهاز إلى بنقول مجازن إبرة، هو الكترود او مجس، بنقول مجازن ابره لان حجمها بيبقى رفيع زي ما شايفين على الفيديو هنا. ده الكبد اهو، وهنشوف الحته البيضه دي، الدايره البيضه ده الورم، ودي ابره التردد الحراري. موجات التردد الحراري تنتقل من الجهاز الى هذا المجس او الابره ثم الى نسيج الورم. الخلايا السرطانيه بتموت عند 60 درجه مئويه. الموجات التردد الحراري بترفع درجة الحرارة داخل خلايا الورم إلى أعلى من 100 درجة مئوية، وده بيبقى قاتل للخلايا السرطانية. فإذا لو التردد الحراري اتعمل بدقة في الورم اللي حجمه مناسب وكوين هذا الورم
الخلايا السرطانية بتموت بدرجة 100% وبنشوفها بالأشعة بعد ما كان الورم عايش أو وصل له صبغة في الأشعة المقطعية زي ما بنتابع، بيموت أو يتحول إلى جزء خامل بيضمر ويتلاشى بعد كده. الاعتقاد اللي بعد كده يصلح تردد الحريق لكل الأحجام في الأوراق، ده استكمال للمفهوم اللي قبل كده دكتور أيمن. لا، التردد الحراري لو هنقول بصفة عامة يصلح للأورام لحد 3 مجازا لحد 4 سنتي. 4 سنتي من 3 ل 4 دي بنستخدم مجسات للتردد الحراري بتاخد مساحة أكبر، فلازم الورم يكون حجمه لا يتعدى 4 سنتي، ومن هنا قيمة الاكتشاف المبكر للأورام. أكتر من 4 سنتي بننتقل لوسائل أخرى، لكن 4 سنتي ده الحجم المناسب. 4 سنتي ماكسيمم أو يعني على الأكثر، ويكون في مكان نقدر نوصل له بإبرة التردد الحراري في الكبد. المعتقد اللي بعد كده بنعمل التردد الحراري ببنج كلي ومن فتحة صغيرة. لا، التردد الحراري يا دكتور أيمن نرجع للتاريخ شوية. احنا هو ده السؤال ده منقسم إلى قسمين، التردد الحراري بيتعمل ببنج كلي وبفتحة جراحية صغيرة. لا، الأول وفتحة جراحية صغيرة. لا، قطر مجس التردد الحراري أو قطر الإبرة دي حوالي 2 ملي، بفتحش أي فتحة لا صغيرة ولا كبيرة. الإبرة دي بتخترق الجلد كأنه حقن، بنوجه تحت الموجات الصوتية بتخترق الجلد زي ما احنا شايفين وبتعمل عملية الكي، فما عندناش أي فتحات جراحية. وده زي ما دايما بنقول ده السلوجن بتاع الأشعة التداخلية عندنا، العمليات غير الجراحية، ما عندناش جراحة ما عندناش فتحات. نيجي للنقطة التانية اللي هي هل في بنج كلي؟ هو في، ما نقدرش نقول بنج، بنقول عليها ايه؟ سيديشن او مهدئ. ليه؟ احنا عملنا اول حاله كي بالتردد الحراري الحمد لله في طب عين شمس، كانت سنه 1999، كان لنا السبق والرياده في كليه طب عين شمس في وحده الاشعه التداخليه. اجرينا هذه العمليه او التردد ببنج موضعي، كنا معتقدين او كان الاعتقاد إن هي المشكلة بس إن إحنا لو دخلنا من خلال الكبسول بتاع الكبد، وزي ما حضرتك عارف المشاهدين الكبسول ده غشاء رقيق بيغطي الكبد، وده اللي بيبقى فيه الأعصاب، وده أكتر حتة بتحس في الكبد وبيبقى فيها الألم. كنا معتقدين إن زي ما بنوجه إبرة العينة عشان ناخد عينة من الورم، لو إحنا إدينا بنج موضعي بس في التراك أو مكان الإبرة مش هيبقى المريض عنده ألم، هو بقى اختراق الإبرة بس. طلع ان هي الموضوع بعد اختراق الابره ولما يبتدي يحصل الكي ويبتدي الورم يموت، بيحصل زي فيسرال بين او الم داخلي في الاعضاء الداخليه، فالمريض يبتدي اول ما الورم يبتدي يكوي يشتكي من وجع جامد، بيبقى عاده كمان في نص البطن ويبقى ريفيرد. فابتدينا بعد كده نستخدم بنج، هو ما بيبقاش بنج كلي، يعني المريض ما بيركبش انبوبه، بيبقى زي نقدر نقول ايه، مهدئ أو سيديشن. فالتصحيح إن مفيش أي فتحات، ولو جاز التعبير بنعمله ببنج أو مهدئ خفيف، لأن هو وقت العملية الحقيقة وقت الكي بالتردد الحراري ما بتعداش نص ساعة. المعتقد اللي بعد كده وده تعبير برضو لأول مرة يتقال، الكي بالميكروويف. الميكروويف ده أنا أول مرة أقوله، عايزين نفهم. أفضل الناس معتقدة بقى إنه هو العلاج الأحدث وأفضل في النتائج من التردد الحراري. المايكروويف ده وسيلة أو أحد الموجات، نوع من الموجات. إحنا زي ما قلنا التردد الحراري ده نوع من الموجات، بس مش هو المايكروويف اللي موجود عندك في البيت اللي أنت تعمل فيه التوست وتسخن فيه السندوتشات، ده نوع تاني خالص. ده نوع من الموجات اسمها موجات المايكروويف. موجات التردد الحراري دي بتتحول داخل الجسم إلى حرارة، فعشان كده بنقول ده كي. موجات المايكروويف ده نوع تاني من الموجات، بس برضو النتيجة النهائية أنها بتتحول إلى حرارة. بس الكي بالمايكروويف ده كي أكثر شدة وأكثر عنف من التردد الحراري. طب الكي الأكثر شدة وأكثر عنف ده بيدينا إيه الميزة بتاعته؟ حاجتين. الحاجة الأولانية إن هو بيقدر ياخد مساحة ورم أكبر شوية، فزي ما احنا قلنا من شوية التردد الحراري بيكوي لحد 4 سنتي، المايكروويف يكوي لحد 5 سنتي. فلو انا عندي ورم اكتر من 4 سنتي يعني 5 سنتي،
استخدم الميكرويف. حاجة تقول لي طب ده فرق سنتي، حاجة مش كبيرة، فرق بسيط. لا، الورم ده ورم ثلاثي الأبعاد، يعني ليه ثلاث أبعاد، بمعنى أن احنا الورم ده ليه حجم أو فوليوم. على سبيل المثال الورم اللي حجمه 2 اللي قطره 2 حجمه يبقى كام؟ بثلاثة، اتنين في اتنين في اتنين، اتنين كيوبيك، في اتنين باربعة، في اتنين بتمانية. طب الورم اللي حجمه ثلاثة، تسعة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، في ثلاثة نقص ثلاثة 27. يعني اللي حجم اللي قطره اتنين، اتنين في اتنين في اتنين، اتنين في اتنين باربعة، في اتنين بتمانية، بقى تمانية. طب اللي زاد سنتي بس بقى قطره ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، في ثلاثة بسبعة وعشرين، يبقى ده تمانية وده 27. يبقى لو طبقنا 4 في 4 في 4 ب 16 ده 64. 64 5 الخمسه اللي قطره 5، 5 في 5 في 5 125. يبقى الفوليوم بتاعه حجمه ضعف الثاني، فعمل نقله نوعيه وطفره وزود مساحه الكيل الاورام. دي الحاجه الاولانيه، دي ميزه الميكروويف. الميزه الثانيه للمايكروويف التردد الحراري اللي هو الكي التقليدي اللي طول عمرنا بنعمله. زي ما قلنا احنا بنسخن درجة الحرارة داخل الورم فالخلايا تموت. طب لو الورم ملاصق لشريان او وريد، شريان او وريد ده بيبقى فيه دم ماشي على طول، احنا بنرفع درجة الحرارة في الحتة اللي جنب الشريان او اللي لازقة في الشريان، الدم اللي بيجري ده في الشريان بيخلي درجة الحرارة تنزل، فالحتة الملاصقة للشريان بيبقى درجة الحرارة فيها اقل، ما بترتفعش زي باقي الورم، فممكن يحصل ارتداد في هذه المنطقة، وبنقول عليها في ظاهرة اسمها هيت سينك افكت او نزول درجة الحرارة في الحتة اللازقة في الورم. مايكروويف عشان زي ما قلنا ده كي اكثر عنفا ومور اجريسيف، ما فيهوش هذه الظاهرة، فدرجة الحرارة بتبقى مرتفعة في الجزء اللي جنب الوريد، او زي ما احنا شايفين دي بتبقى برضو ابرة، يعني بنقول عليها مجازا، هي دي التانية الكترود دي انتنة، فهو مجازا بنقول عليها ابرة، بنخش برضو داخل الورم ونكوي مساحة أكبر وفي الأجزاء الملاصقة. فيبقى إذن الفكرة إيه؟ هي فعلا تقنية أحدث، ولكن نستخدمها في الأورام اللي حجمها أكبر شوية واللي ملاصقة للشرايين أو الأوردة. هنرفع الحوار بقى لمستوى أكبر شوية، وكلام يعني في درجة من الفهم، ولكن قد يكون خطأ وقد يكون صواب. المعتقد اللي بعد كده، حقن أورام الكبد من خلال الأسطرة الشريانية قد يؤثر أو تؤدي إلى تدهور في وظائف الكبد. ده كلام شكله يعني يناقش. ده طبعا دي مقولة نقدر نقول يا دكتور أيمن يعني مبطورة. أقول إيه؟ إمتى يؤدي الحقن الشرياني إلى تدهور وظائف الكبد؟ انت حضرتك في ايدك سلاح، هذا السلاح لازم اولا تستخدمه في محله وتعرف تستخدمه، والا هيحصل كوارث لا يحمد عقباها. الحاجه الاولانيه، الحقن او الحقن الشرياني، اختيار المريض ده مهم جدا جدا جدا. المريض اللي هنعمل له حقن شرياني، حقن الشرياني ده احنا بنخش بالأسطرة اللي هي من الفخذ اليمين، نوصل لحد شرايين الكبد ونوصل للشرايين، وطبعا دي بنعملها لما في الأورام ذات الحجم الأكبر اللي هو أكبر من طاقة الكي، 5 سنتي فما أكبر، أو تكون أورام متعددة، نوصل لحد الورم اللي هو الدائرة الخضرة دي، يبقى فيه شرايين صغيرة بتغذيه، بنوصل بالأسطرة لحد الشرايين دي ونحقن الخليط من الدواء الكيماوي زائد مادة زيتية اسمها الليبيدول داخل الورم. احنا بنعمل بنخش ونحقن دواء ونقفل شرايين، لازم وظائف الكبد يكون عندها احتياط استراتيجي لتحمل فترة الاسترس او الضغط ده، واللي هي بتبقى بعد الحقن في حدود 3 أسابيع. ده بقوانين وبدستور معين بيبقى عندنا بارامترز او شواهد ان الكبد هيقدر يتحمل هذه فترة الاسترس، او عندي من الاحتياط الاستراتيجي اللي يعديه الفترة دي. دي نمرة واحد، فلازم العيان يكون يتم اختياره بدقة ويكون عنده من وظائف الكبد ما يسمح لي بان هو يعدي هذه الفترة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، اثناء الحقن الشطارة والحرفة والخبرة ان انا اخش
زي ما بنقول سيلكتيف بالظبط داخل الورم، فاحقن الدواء جوه الورم مع المحافظه على كل خلايا الكبد. اسيب كل ما انش اي دواء في الكبد، ما اقفلش اي شرايين في الكبد السليم. كلما كان الدخول الى الورم دون سواه كلما حافظ على وظائف الكبد وكلما عدى الحقن الشرياني بسلام. يبقى لو احنا خدنا في الاعتبار العاملين دول، اختيار المريض بصورة مناسبة، التقنية او اثناء اجراء القسطرة نحقن بس في الشريان دون سواء للكبد السليم، امر ما يحصل تدهور في وظائف الكبد. اللي بعتقد اللي بعد كده برضو هنرفع المستوى، الحقن بالحبيبات الذكية يصلح لجميع الحالات لانه العلاج الاكثر حداثة. ايه الحبيبات الذكية؟ برضو احنا عايزين نصلح المفهوم ده. طبعا علاج الناس طبعا دايما الحاجة الاحدث بيعتقد ان هي دي الاحسن، طبعا هي الاحدث. الحقن الكيماوي زي ما قلنا احنا بنخلط الدواء الكيماوي زائد مادة زيتية اسمها الليبيدول. المادة الزيتية دي بتاخد الدواء تلزقه جوه الورم. مع تطور العلم بدل المادة الزيتية اللي هي الليبيدول دي ظهر عندنا حاجة اسمها الحبيبات الدوائية وبنسميها الحبيبات الذكية. وهقول لحضرتك دلوقتي والمشاهدين هي ليه سميناها ذكية. الحبيبات دي حبيبات متناهية الصغر بنقول عليها مايكروسفيرز. زي ما احنا شايفين كده احنا بنخلط هذه الحبيبات بالدواء. الحبيبات دي عندها القابلية ان هي تحتفظ بالدواء وتختلط بيه، بنقول عليها لودد او محملة بالدواء. يبقى الحبيبات وبتبقى حجمها صغير جدا، بنحقن ملايين الحبيبات المحملة بالدواء برضو من خلال القسطرة لداخل الورم اهو. القسطرة الجزء اللبني دي اول ما توصل الحبيبات دي وتستقر داخل الورم وهي محملة بالدواء الكيماوي، تبتدي تطلق هذا الدواء في فترة تصل الى 15 يوم، فترة كبيرة. طب ده بيدينا ايه الميزة ان احنا هي بتطلق الدواء على فترة كبيرة؟ ان هي حاجتين، نقدر نحقن كمية دواء كبيرة لان انا مش هيحصل عندي اوفر دوز او يعني جرعة دواء زيادة لانها بتطلق على فترة كبيرة، وده بيزيد فعالية العلاج وبيخلي الدواء ما يروحش الدورة الدموية وبالتالي اثار الجانبية بتاع الدواء تبقى اقل. فهي فعلا العلاج الاحدث والعلاج المناسب، بس نستعملها في أنهي حالات؟ يستحسن تكون الحالات المحددة اللي بنقول عليها إيه كابسوليتد أو محددة المعالم، لأن إحنا بتبقى زي أوضة مقفولة بنحقن فيها الحبيبات عشان تستقر جوه وتبتدي تطلق الدواء الكيماوي. الحقن الكيماوي بالقسطرة، الحقن الكيماوي بالقسطرة له أثار جانبية عنيفة، بيوقع الشعر، بيأثر على النخاع، بيأثر على الوظائف الحيويه في الجسم. لا دي مقوله ابو العريف خالص دي. لا ابو العريف، ودي مقوله الحقيقه من اصعب المقولات اللي احنا طلعها من دماغ الناس. هي أول طبعا ما تسمع الكيماوي طبعا هم طبعًا مرتبط الكيماوي ده يعني شعر. وعلى فكره الاعلانات اللي بتيجي في التلفزيون اعلانات لازم تتراجع طبيا، يعني لما نجيب مثلا ايه يقول لك الورم يقوم يطلعوا واحده شعرها واقع، ده كلام قديم جدا. اه طبعا هو حتى زمايلنا دكاتره ربنا يشفي الناس كلها، في حلول لهذه الظاهره. ولكن انا عايز هنا اكد وانوه واقول ان الحقن بتاعنا حقن كيماوي داخل الورم. ويمكن احنا معانا هنا رسمه هتحل لنا الاشكاليه دي وهتوضح. لو احنا بصينا هنا الاقصى شمال الشاشه اللون البرتقاني ده بيمثل تركيز الدواء في الجسم. البرتقالي ده يساوي كيماوي. فعلى الشمال الحاجة الشكل الكبد ده لو تبص حضرتك لقينا ان في اللون البرتقالي ده غامق، بس كل الجسم لونه برتقالي. ده العلاج الكيماوي التقليدي اللي هو بياخده المريض ده مع دكاترة الأورام في الوريد وبيروح في الدورة الدموية بتاع الجسم. هو ده الكيماوي المتعرف. طب تعالى نمرة اتنين، الدواء الكيماوي اللي احنا بنحقنه في الكبد بالقسطرة الشريانية اللي في النص ده الحقن الكيماوي التقليدي اللي هو الدواء الكيماوي زائد المادة الزيتية اللي بيدول. اللون البرتقاني في الكبد اهو غامق. لو لاحظنا الجسم كله فيه برتقاني بس بدرجة اقل بكتير من الكيمو سيرابي او من الدواء الكيماوي اللي في الدورة الدموية السيستمك او الدوره الدمويه الاساسيه.
طب اللي على اليمين خالص ده زي ما شرحنا من شوية دي الحبيبات الدوائية. الدواء كله لو الملاحظين اللون البرتقاني متركز في الكبد وكل الجسم الدورة الدموية الأساسية ما فيهاش هذا الدواء. ليه؟ لأنها بتحتفظ بالدواء وبتطلعه شوية شوية سنة سنة فما بينتشرش في الدورة الدموية. فإذن الحقن الشرياني بالكيماوي ما فيهوش الآثار الجانبية لأن الدواء ما بيروحش للدورة الدموية فما فيهوش صوت شعر وما فيهوش كذا والتعب ولا يعني مش بالدرجة دي. المعتقد الجاي بقى معتقد طبي معقد شوية. أورام الكبد المتشعبة المأثرة على الوريد البابي لا يمكن علاجها. وكمان الأورام اللي قد تحدث جلطة في الوريد البابي. دي مقولة يعني غلط بس هي كانت نقدر نقول كانت صح لحد من 10-12 سنة فات. ساعات الورم زي ما قلنا ممكن يبقى كابسوليتد أو محدد المعالم وساعات يبقى متشعب. متشعب دي يعني ملوش غير محدد المعالم في نسيج الكبد وممكن يمتد هذا الورم يخش في أوردة الكبد أهم حاجة الوريد البابي. يخش جزء من الورم داخل الوريد البابي ويعمل جلطة بنسميها جلطة ورمية لأن في ساعات الوريد البابي من ارتفاع ضغط الدم بتاع الوريد البابي يحصل جلطة حميدة أو جلطة نتيجة ارتفاع ضغط الدم في الوريد البابي. لكن ساعات الورم لما يوصل للوريد البابي يعمل جلطة ورمية. الحقن الكيماوي التقليدي وحتى الحبيبات الدوائية ما كانش بيقدر يوصل يتغلغل ويوصل لحد الجزء من الورم اللي داخل في الوريد البابي لحد ما ظهر عندنا التقنية الحديثة جدا جدا اللي هو الحقن الحبيبات أو الجسيمات المشعة. دي جسيمات احنا لو قلنا الحبيبات الدوائية متناهية الصغر الحبيبات المشعة أو الحقن المشع دي منتهى الصغر يعني كانوا بيقارنوها بالشعرة. هي الشعرة بالنسبة لها شعرة البني آدم دي قدها حوالي مثلا 100 مرة. بنحقن ملايين من الحبيبات المشعة دي. الحبيبات المشعة دي بتطلق مادة أو نوع من الإشعاع اسمه بيتا ري. البيتا ري دي بتستقر لما تستقر الحبيبات دي داخل ورم البيتا ري بتعمل زي بتدمر كل منطقة الورم اللي داخل الجزء اللي دخل في الوريد البابي لأنها زي ما بقول لحياتك صغيرة جدا وتقدر توصل لهذا الورم اللي داخل في الوريد البابي. بيتا ريز دي يعني كأننا عملنا زي ما بنقول إيه دايما بنقول عليها internal radiation أو إشعاع داخلي. الإشعاع ده برضو علشان نطمن الناس لأن ساعات الناس يقول لك إشعاع ما دي يعني المريض هيبقى اللي جنبه هيبقى في مشكلة من الإشعاع. لا دي إشعاعات محدودة المدى. ملايين الحبيبات كل واحدة منهم تعمل إشعاع حواليها داخلي 3-4 ملي. المحصلة النهائية إن الورم المتشعب ده هيموت بالإشعاع الداخلي والجزء اللي دخل في الوريد البابي هيوصل له هذه الحبيبات وتدمر هذا الجزء. فلا دلوقتي القطاع ده من المرضى اللي ما كان من حوالي 10-12 سنة ملوش حل كبير عندنا في الأشعات الداخلية دلوقتي الجسيمات المشعة قدرت تحل جزء كبير جدا جدا من علاج هؤلاء المرضى. المعتقد اللي جاي ده معتقد بروحين يعني معتقد في دماغ الناس وعلى فكرة من أكتر الحاجات اللي كانت برضو ثابتة ومش عايزة تتحرك اللي هو أنه العلاج بالأشعة التداخلية لأورام الكبد علاج مؤقت وأنه مش نهائي وأن الورم هيرجع تاني. هنا المعتقد ده سؤال دارج يا دكتور أيمن وعايزين برضو هنا نوضح. الأورام الكبد بتيجي في الكبد المتليف. اللي احنا بنعمله في الأشعة التداخلية زي الاستئصال يعني حضرتك المريض اللي ممكن يتعمل له عملية جراحية لاستئصال ورم في الكبد ظهر عنده ورم الجراح بيستأصله لكن هو سايب بقية الكبد وبسايب اللي هو ظروفه. اللي هو عنده العوامل المساعدة على ظهور هذه الأورام اللي هو التليف بالضبط التليف. فالجزء الكبد المتليف ده نسيجه عرضة ان زي ما حصل الورم الاولاني ممكن يحصل الورم في جزء تاني من الكبد. بس هو الاشعة التداخلية من ميزتها ومن جمالها عشان هو اجراء بسيط ريبيتابل
يمكن قعدته وعمله في اي وقت انها اجراء بسيط من غير فتحات نص ساعه. فده ما كانش متاتي في الجراحه للمرضى اللي كان ينفع لهم. فهو المفهوم بيبقى عند المريض مش واضح، هي ده رجعت تاني، لا دي هي رجعت في مكان تاني. انا حتى دايما بقول للمريض جمله، احنا ما عندناش لا دواء يمنع ولا اشعه تتنبأ، فسلاحنا الوحيد هو المتابعه، المتابعه عن كثب والدقيقه. الان بيبقى عنده بروتوكول واضح للمتابعه بعد اجراء الكي او القسطره الشريانيه، يتابع كل 3 شهور بالاشعه المقطعيه ودلالات الاورام بعد ما لمده سنه. بعد السنه ال3 شهور دي تتحول الى 6 شهور، عشان لو ظهر اي حاجه صغيره نسيطر عليها على طول. دي مش ده الورم القديم خلاص انتهى، ولو ظهرت حاجه جديده وهي بتظهر في المهد نعالجها، لان التليف ما زال موجود. وما زلت باكد حتى المرضى اللي شفيوا من الفيروس لازم عينينا تبقى على لسيج الكبد المتليف، الا اذا في بعض الحالات يعني لو المريض وصلت حاله الكبد انه يعمل زرع، ساعتها يستبدل الكبد المتليف بكبد خلاص ما فيهوش تليف، ده اللي ساعتها هنقول ما عادش يظهر اورام تحويل. المعتقد اللي قادم لا يمكن علاج البؤر السنويه عموما، البؤر السنويه خلاص لا البؤر السنويه بنقدر نعالجها، بس برضو لازم الفرق بين البؤرات الاوليه والبؤرات السنويه في العلاج عندنا، ان البؤرات السنويه لازم تكون علاجها عن طريقنا بالاشتراك مع دكاتره الاورام. لان هو السيناريو ايه يا دكتور ايمن؟ مريض عنده ورم في القولون، تم استئصال الورم ده اللي في القولون، وممكن يكون عنده جزء ثانوي او ورم ثانوي في الكبد، بقيه الجسم كويس والحته ورم ثانوي حجمه حوالي 1 سم أو 2 في الكبد. لو ظهر الورم ده مع ورم القولون ومفيش حاجه في باقي الجسم، ساعات في بعض الاحيان احنا حتى بنعمل حاجه اسمها انترا اوبرتيف راديو فريكوانسي او تردد حراري داخل العمليه. المريض الجراح زميلنا الجراح يشيل ورم القولون واحنا في العمليه نخش على طول نكوي هذا الغدد. او لو بعد ما استوصل وبقيه الجسم ما فيهوش حاجه وظهر الورم الصغير ده وبقيه الجسم كويس، بنقدر نعمل الكي بنفس شروط اللي انطبقت على الاولي، بمعنى ان لازم الحجم ما يكونش كبير ولازم تكون في مكان يسهل الوصول اليه. فلا طبعا نقدر نعمل الكي بالتردد الحراري او بالمايكرويف، سواء اثناء عمليه الاستئصال الاولي او بعديها لو احنا لو ظهر هذا الورم بعديها، بس لازم بالاشتراك مع دكاتره عشان بعد ما نكوي هذا الورم وينتهي ياخد المريض علاج زي ما بنقول ايه يعني احترازي عشان ما يظهرش مره ثانيه. المريض يحتاج الى عنايه مركزه بعد القسطره؟ لا ده ابو الوريف خالص، احنا ما عندناش لا رعايه ولا اقامات. اللي احنا المنظر اللي احنا شايفينه هنا ده منظر لبؤره ثانويه. احنا بنعرف ازاي البؤره الثانويه؟ اشهر حاجه عند اللي هو المسح الذري البوزيتروني، نلاقي حته نشطه بالموجات الصوتيه، نشوف البؤره دي ونخش بابره التردد يتحول ورم الى الجزء الابيض ده بنكويه تماما. الحوار معك متعه ربنا لا تنتهي. انا بشكرك على انك مشرفنا. ربنا يخليك، شرف شرف لي يا فندم. معتقدات الدائره حول القسطره التداخليه او الاشعه التداخليه هي معتقدات نحترمها جدا، لانه ما زلنا نقول ان الثقافه حول الاشعه التداخليه ما زالت لم تكتمل حتى الان رغم التقدم المذهل للاشعه التداخليه. الناس لسه ما استوعبتش كثير من المعلومات، ولذلك يبقى هذه المنطقه من التسخيف تحتاج الى طرح المعتقدات الخاطئه وتصحيحها وتقويمها بشكل كامل، وهذا هو مضمون ربما كمان في الحلقات القادمه. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الرائد في هذا المجال الاستاذ الدكتور اسامه حته، استاذ الاشعه الداخليه بكليه الطب جامعه عين شمس، سكرتير عام الجمعيه المصريه وعضو الجامعات الاوروبيه والامريكيه للاشعه الداخليه. نورت الناس. نورك دكتور ايمن، خليكم دايما جدا. هل لابد ان الانسان يمشي الطريق بشكل كلاسيكي اللي هو يجيله ذبحه صدريه وبعدين بعد كده يجيله جلطه في القلب